بينورني ويشرفني الاستاذ اسامه صقر الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ اسامه منورنا ومشرفنا دايما. ربنا يخليك، ويا رب كده بعد العيد كل سنه والاسره الاسلاميه كلها بخير والمنطقه العربيه وبلدنا الطيبه مصر بخير باذن الله. يا رب يا رب دايما ان شاء الله. عندنا اخبار كتير جدا هنتكلم فيها سواء محليا او عالميا، وكمان اخبار النادي الاهلي. قبل ما نستفيض في هذا الحديث خلينا نروح نستعرض اهم الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. بوابة فيتو، المدير الفني الجديد للفراعنة ينفرد باختيار جهازه معاون. بوابة الوفد، شوقي غريب يدرس ضم طاهر لمعسكر المنتخب الأولمبي في سبتمبر. في اليوم السابع، اتحاد الكرة يطالب الشركة الراعية بتحديد مكان سوبر الأهلي والزمالك. الوطن سبورت، اتحاد الكرة يناقش مع الأمن عودة الجماهير لملاعب الدوري. سوبر كورة، سمير عثمان يعقد اجتماع لقيادات الحكام القدامى والحاليين لبحث تطوير التحكيم. بوابة المصري اليوم، المنتخب الوطني للناشئين يلتقي غدا نظيره البرتغالي في نصف نهائي بطولة العالم لليد. اليوم السابع، $300 لكل لاعب مكافأة ناشئي اليد بعد التأهل للمربع الذهبي. بوابة الشروق، كلوب عن أداء صلاح أمام تشيلسي لا يصدق. كورة، طلب سان جيرمان يبعد نيمار عن برشلونة. سبورت 360، ممنوع التصوير مع لاعبي اليونايتد داخل سياراتهم. أس عربي، رسميا فشل المفاوضات بين فلامينجو وبالوتيلي. جول، لوكاكو، البوندسليغا من امتع دوريات، مستنيين تواصل حضراتكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر انستغرام. توقعاتك لمباراه الاهلي مع بيراميدز بكره في دور 16 من بطوله كاس مصر. استاذ اسامه، نبتدي بالاخبار المحليه من بوابه فيتو بالتحديد، بيتكلموا على المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وهذا الملف الشائك والحديث فيه كتير جدا، وبيقولوا ان المدير الفني هينفرد باختيارات الجهاز المعاون ليه. تعليق حضرتك على الملف ده بالتحديد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، انا بس عايزين في نقط لازم الناس تفهمها وتبقى واضحه قدام. كويس. اللجنه اللي موجوده حاليا المؤقته اللي بتدير شؤون اتحاد الكره دي لجنه اسمها لجنه تسيير اعمال. تمام. يا جماعة لازم نفهم بالراحة، لجنة تسيير أعمال مش من حقها تتخذ القرارات الحاسمة والمؤثرة في الكرة المصرية. بمعنى اتحاد الكرة بينتظر زيه زي اللجنة الأولمبية زي وزارة الشباب، وده الكلام ده أنا بقوله على مسؤوليتي ومتأكد منه بنسبة 1000000%. مستنيين قرار الفيفا. كويس. أول ما يصدر قرار الفيفا ويحدد مسار اتحاد الكرة في الفترة المقبلة سواء بالسلب أو بالإيجاب، بمعنى أن هو يوافق على تشكيل لجنة زي اتحاد الكرة الطايرة زي اتحاد الجمباز، سواء يقول لهم اعملوا انتخابات مجلس جمعية عمومية لاتحاد الكرة عشان تقدروا تاخدوا القرارات الرسمية والسليمة. بس الأقرب هيكون في لجنة صح؟ أنا أتمنى ذلك، لأن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية في خلاف بسيط حول تمام. هذا الأمر. تمام. مين اللي هيشكل اللجنه؟ وايه هي اللجنه؟ وايه شروط اللجنه؟ يعني انا دلوقتي عندي المدير التنفيذي اللي هو العميد ثروت السويدي. لازم يتحط في التورتايه الجديده سواء باجراء انتخابات، سواء بتشكيل لجنه، او المدير التنفيذي يقوم برئاسه لجنه مؤقته لاداره وتسيير اعمال اتحاد الكوره. تمام. انت داخل على فترة صعبة جدا من مباريات ودية، عايز تشكل أجهزة فنية. حتى اللجان اللي هو عملها عايز أقول لك فيها مشكلة كبيرة، لازم تاخد الشرعية الكاملة. والشرعية الكاملة هنا تبقى من خلال الجمعية العمومية. أنا أتمنى أن الاتحاد الدولي الفيفا يبعث القرار بدري ويوافق على تشكيل اللجنة. اللجنة دي لابد أن يكون فيها المدير التنفيذي لاتحاد الكورة والمدير المالي لاتحاد الكرة، واشكل البقيه من خلال لجنه واحسم بقى الملفات المختلفه وانتهي من الامر. صح. انما اللي انا بصحى وانام عليه مدير فني، مش هتقدر تعمل مدير فني ولا تعلن عن مدير فني حاليا الا ما اعرف راسي من رجلي. طيب
هنعلق على الجزئيه دي، بس خليني سريعا استاذن حضرتك ناخد مداخله مهمه جدا مع زميلنا العزيز شريف شعبان من رئيس قناه الاهلي عشان يقول لنا القائمه الخاصه بالفريق لمباراه الغد. يا شريف اهلا بيك من جديد، عايزين نعرف اخر الاخبار عندك ايه وفيما يتعلق بقائمه النادي الاهلي لمباراه بيراميدز غدا، اتفضل. بجد تحيه طبعا زميل امير والنقد الرياضي الكبير استاذ اسامه، النقد الرياضي الكبير طبعا ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. خليني اقول لك ان الاهلي اعلن منذ قليل القائمه ال 21 لاعب المسافرين الى برج العرب مبيت ليله مباراه طبعا بيراميدز في 8 مساء غد. يمكن الاهلي هيتحرك كمان ربع ساعه من نادي الاهلي في الجزيره متجه على طول الى برج العرب باذن الله يوصلوا بالسلامه. خليني اقول لك قائمه ال 21 في حراسه المرمى ثلاث حراس، تمام، محمد الشناوي، علي لطفي، تمام، مصطفى شوبير، تمام، رامي ربيعه، ربيعه، ياسر ابراهيم، ياسر، ايمن اشرف، ايمن اشرف، علي معلول، تمام، احمد فتحي، حمدي فتحي، تمام، صالح جمعه، السوليه، السوليه، حسام عاشور، محمد هاني، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، جيلاردو، اجاييه، ازارو، صلاح محسن، والوافد الجديد افشه. افشه دي قائمه ال 21 لاعب اللي بيركبوا حارس الاوتوبيس امامي علشان هيغادروا بعد قليل الى برج العرب لمباراه صادره من اللي يتمنى باذن الله يكون الفوز النصيب النادي الاهلي غدا باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك يا شريف شكرا جزيلا. خليني اعيد على حضراتكم قائمه النادي الاهلي المكونه من 21 لاعبا استعدادا لمباراه بيراميدز غدا ان شاء الله في دور ال 16 بطوله كاس مصر. ال 21 لاعب مين؟ محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، احمد فتحي في خط الدفاع، في نص الملعب حمدي فتحي، صالح جمعه، عمرو السوليه، حسام عاشور، محمد هاني، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، جيرالدو، واجاييه، وفي خط الهجوم ازارو وصلاح محسن، والوافد الجديد محمد مجدي قفشه في قائمه ال 21 لهذه المباراه، مباراه الغد ان شاء الله المرتقبه. وارد ان قفشه يكون موجود اساسي على الدكه خارج القائمه، دي كلها امور تخص الجهاز الفني، لكن هو الصفقه الجديده الوحيده يا استاذ اسامه اللي موجوده في قائمه النادي الاهلي غدا. تعليقك على القائمه الاول قبل ما نكمل اخبارنا المحليه. لا طبعا القائمه دي منطقيه للغايه، منطقيه كويس، وخاصه ان كل اللي لعبوا في مباراه اطلع بره الاخيره هم اللي متواجدين في نفس القائمه. واذا كان هيحدث تعديل مثلا في حراسه المرمى بوجود الشناوي مكان علي لطفي، او ممكن يلعب علي لطفي يعني صيان، هي يعني شايف ان اختيارات منطقيه وسليمه، لان دي هي المجموعه المتجانسه المتالقه في الفتره الحاليه مع النادي الاهلي. كويس، انا شايف الاختيارات سليمه وكويسه جدا، وحاسس ان الراجل دوت ابتدى فكره يزيد من امكانيات النادي الاهلي. ابتدى يتفهم الوضع شويه في النادي الاهلي ويتفهم، لا ده هو بقى اصبح يتفهم اكثر مما كنا نتوقع. بالظبط، وعلى فكره انا الراجل ده انا مقتنع بيه بنسبه كبيره جدا. مدرب كويس طبعا، ولو مدرب مش كويس ما كانش اداره النادي الاهلي تمسكت بيه لهذه الدرجه. مدرب هي اداره النادي الاهلي يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليها دي اداره واعيه جدا. بالظبط، اداره. وعلى فكره من احد اسباب فوز الاهلي ببطوله الدوري كانت اداره النادي الاهلي. اكيد، مش تقول لي لعيبه، مش تقول لي جهاز فني، مش تقول لي سياسه تدوير الاصابات، لا، اداره بتقدر تصبر على المدير الفني، بتقدر تصبر على الجهاز، على اللاعبين، ادت ثقه للناس في نفسيها. ما بتحاسبش بالقطعه. اصل القطعه دي تتحاسب بيها فين؟ لو انا بلعب في دوري مراكز شباب، لو انا بلعب في انديه ملهاش قوه، انما انا لازم اكون صابر لاخر لحظه. وعلى فكره يعني هي قوه الاداره هنا، انا يعني اللي عايز اقول فيه من اسباب فوز الاهلي ببطوله الدوري، نفترض ان الاهلي لم يفز ببطوله الدوري، هل الاداره كانت هترتعش خلال الفتره الاخيره عشان تقول نغير اجهزه فنيه ونغير لعيبه؟ لا، الاداره نجحت من اول يناير، لان صفقاتنا ما كانتش صفقات صيفيه. صفقات النادي الاهلي كلها كانت صفقات شتويه، في صفقات يناير
ولذلك انت بقى عندك بقى لعيبه ايه مش مستني تتفرج عليها. صح. لا ده انا عارف امكانياتي، عارف حدودي، عارف مين هيكمل معايا مين مش هيكمل، اصبحت انا جاهز فنيا قبل ما اكون جاهز لياقيا. فلذلك انا بقول لا، قايمه انا شايفها محترمه، شايف الدخول في مباراه بيراميدز لان المباراه صعبه جدا 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 فوق ما نتصور، ولذلك هيكون مطالب الاهلي بالقايمه بتاعته اللي مسافره النهارده ان شاء الله وتوصل بسلامه الله ان هي تؤدي ما عليها. نبعد عن النتيجه، ما نفكرش في النتيجه، مش كل مره نقول اصل هم كسبونا مرتين. الكلام ده يا جماعه ما عادش، لا ما نفكرش. صح. والاهلي ما بيفكرش في ده، انا بيفكر انك انت تؤدي ما عليك وسيب الباقي للتوفيق وسيبه لربنا. وان شاء الله تبقى نتيجه مثلا مريحه للنادي الاهلي ان شاء الله وسعيده لجماهيره باذن الله. باذن الله هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي بالتفاصيل وفيما يتعلق بمباراه الغد ان شاء الله، لكن نكمل اخبارنا المحليه وتعليق حضرتك عليها بالتحديد. اتكلمنا على موضوع المدير الفني، عندك استكمال للتعليق؟ ده انا عايز اكمل النقطه الاخيره. فانا عايز اتكلم، الناس تهدى شويه. يا جماعه ما يحدث وانك بتخترع وبتبتكر وبتدي اخبار وتيجي تقول لي مثلا ده انا قلت من 20 سنه فاتت ان الكابتن حسن شحاته جاي والكابتن حسام البدري. لا ده انا انفردت بخبر. الكلام دوت ليس في الحسابات، ما فكروش فيه لسه. ده هم عندهم، وانا بقول الكلام ده على مسؤوليتي للمره الثانيه، عندهم اكتر من 5-6 اسماء وسبع وثمان اسماء بيفكروا طبعا وطنيين. انا عايز اقول لك، هي لما رئيس الجمهوريه اتكلم وقال لك نعتمد على المدرب الوطني، هو كان يعني هو الكلام مقصود بيه ان انت هات المدرب الوطني مثلا في كل الالعاب. لا طبعا، طبعا عندي العاب محتاجه مثلا خبير اجنبي. انت شايف الطفره بتاعت كره اليد؟ ما شاء الله. منتخب الشباب نجح فيها، ومنتخب الناشئين بغض النظر عن بقيه النتائج نجح، نجحوا. لا ده بقى النجاح انت اللي عايز تتكلم عليه اكتر، ان بقت عندك قاعده. ما تفكرش المنتخب الاولاني بقى عندي قاعده النهارده ناشئين وشباب يقدروا يمثلوا في البطولات اللي جايه للمنتخب الاول. فلذلك بقول لك كل دي تكهنات، زي ما في تكهنات بتشكيل لجنه، في تكهنات باجهزه فنيه. بس يعني نقدر نقول ان النسبه محصوره بين 3 مدربين، هيجي واحد منهم. يعني انا اقول اسماء طيب ولا اقول أسماء؟ اقول لك ان الكابتن حسن شحاته والكابتن حسام البدري ومحطوط كابتن حسام حسن. أمين. اللي بيقول لك ان هو خرج عشان جماهير الاهلي او جماهير الزمالك هتقف ضد حسام حسن. لا دول الثلاث اسماء اللي بيفكروا فيها. هم دول الثلاث اسماء الاقرب، هم الثلاث اسماء الاقرب بدليل. مين عندك يقدر يدخل مكان الثلاثه دول؟ مع احترامنا الكامل لكل المدربين، عندنا في الكابتن جلال كويس جدا، طبعا عندك الكابتن عماد النحاس كويس جدا، كابتن طلعت يوسف، عندك الكابتن طلعت يوسف قبليهم هم الاثنين كويس جدا، كابتن طلع العشري، وعندي اكتر من اسم. انا بقول لك في مثلا احنا بنتكلم عن سير ذاتيه لثمان تسع مدربين كويس، ولكن الاستقرار هيجي مع مين؟ هي دي الفكره. والتوليفه اللي كانوا بيفكروا فيها، ما كل اللي بيحصل ان لما يجي يقول لك النهارده لجنه لاداره اتحاد الكره مشكله من كذا، ده ما دي اسماء مطروحه. بس مين اللي هيجي؟ الحته الثانيه، هل في تدخل هنا من اللجنه الاولمبيه او وزاره الشباب والرياضه في عمل اتحاد الكره لاختيار الناس اللي جايه؟ لا انا اتحداك، لان ده تدخل، انت بتتدخل في شان اتحاد الكوره بالظبط، دي تبقى مشكله. فانا بقول لك الجهاز، انا بقول لك المرشحين الكبار بنسبه يعني 100% مختارين الكابتن حسن والكابتن حسام والكابتن حسام حسن. هم دول الثلاث اسماء اللي هيبقى عليهم الرهان. يدخل مثلا الكابتن عماد النحاس، الكابتن ايهاب جلال مثلا، في حاله ان هم يدخلوا مدرب عام. انما الاختيارات اللي انت بتسمعها كده دي وليس لها اي اساس من الصحه، لان مين ياخد القرار؟ لازم بقى ما نشوف القرار، لازم الفيفا الاول بقى ما نشوف اول ما يجي القرار او ناخد احنا القرار. الفيفا لو رفضت ان هي تعمل لجنه، يبقى انت هتدخل انتخابات اخر نوفمبر او في نوفمبر، وبعدين ترجع تعمل انتخابات في شهر 7 أو 8 اللي جاي بعد الدوره الاولمبيه. فانت محاوله هنا ان انت تعمل لجنه لغايه ميعاد الانتخابات على طول، لحد ما كمان سنه يعني. وبعدين ميعاد الانتخابات قبل الدوره الاولمبيه. لان اتحاد الكره كان له استثناء خاص في عمليه الانتخابات. الحته الثانيه، احنا عندنا حاجات كتيره مش فاضيين بقى ان احنا نتكلم فيها. انت دلوقتي عايز تبتدي بطوله دوري، اسير اعمال،
لما اقول لجنه حكام من خلال تسيير اعمال، تمام. لجنه مسابقات من خلال، انما انت تقدر تعين مجلس اداره لاتحاد الكره من خلال لجنه تسيير اعمال؟ لا لا، لازم يكون عندك قرار، والقرار يكون معتمد من الاتحاد الدولي الاول، ثم من اللجنه الاولمبيه المصريه اللي انا بعتبرها هتكون اقوى، هتكون اقوى من وزاره الشباب والرياضه في هذا الامر. وزاره الشباب والرياضه ما تتدخلش في اتحاد الكوره الا لو كان في مخالفات ماليه واداريه، وتستوجب مثلا نيابه عامه وتطلع فيها قرارات يستوجب بقى ان هم يتدخلوا ويحددوا. طيب نروح لمنتخب الاولمبي تحديد كابتن شقي غريب من بوابه الوفد بيدرس ضم طاهر محمد طاهر لمعسكر المنتخب الاولمبي في سبتمبر. لعيب مهم ومميز واكيد ممكن يكون في تفكير لضمه، بالاضافه كمان لمحمد محمود بيعود من الاصابه اكيد برضه هيكون اضافه للمنتخب الاولمبي. شايف الاستعدادات الخاصه لكابتن شوقي غريب ومنتخبه الاولمبي لاولمبياد طوكيو 2020 شايفها ازاي؟ وطبعا البطوله الافريقيه اللي هتكون في شهر 10 في مصر. الكابتن شوقي غريب في مأزق جامد جدا. ليه بقى؟ لا ده عنده مشاكل جامده جدا. لا هو عارف يعمل معسكرات ولا هيعرف، ولا عارف يحدد موقف اللاعبين اللي بياخدهم وما بياخدهمش، ومش عارف هيبتدي امتى وينهي امتى. طب اعمل معسكر خارجي داخل، ما هو ما عندناش اتحاد كره يا جماعه ياخد قرار. يعني هنفضل في الموضوع ده ده انت لسه عندك مشاكل ولسه عندك مباريات. فرق بتلعب في البطوله العربيه، فرق بتلعب في البطوله الافريقيه، فرق مش عارف هتقعد تتلكك على تاجيل مباريات. عندك مشاكل جدا. طب هو هيعمل ايه؟ طب لما يجي يقول لك انا عايز اعمل معسكر قبل التصفيات الافريقيه، يا هل انت تتصور الجماهير المصريه هتتوقف عند مصيبه تانية انك تعمل تصفيات افريقيا المؤهله لاولمبياد طوكيو وتخسرها؟ هتبقى مشكله، ده هتبقى فضيحه. ده مش مشكله بس ولا فضيحه، ده هتبقى كارثه على الكره المصريه. الراجل النهارده ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين. لازم ما هنا لابد تكون من القرارات الجريئه، واتمنى ان كل حد في اتحاد الكوره يسمعنا، في كل اللجان، في لجان المسابقات، لجان حكام، يا جماعه ما تحطوش ودانكم لكل كلمه بتتقال. يا جماعه شوفوا طريقه الاهلي. الاهلي لما بيتحرك اقعد قول واشتم واعمل واتهمني وقول ان الحكام بتساعد، انا بجري في اتجاه، انا ماليش دعوه باي حد، انا ليا دعوه بنفسي. نجاحي هنا ان انا انجح في التصور والاعداد بتاعي. صح. كابتن شوقي غريب يعني مثلا مع احترامي مع الخبر بقى طاهر محمد طاهر اللي بتجري عليه انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز، وبتجري عليه انديه من اوروبا حاليا في التوقيت الحالي. بس الاهلي مش مهتم بطاهر دلوقتي، ممكن كان قبل كده لكن دلوقتي لا. وطب ودلوقتي لا ليه؟ لا الموضوع مقفول لحد اللحظه دي. لا مش مقفول. طاهر محمد طاهر من النوعيه اللي تتمنى الاحتراف الاوروبي. متفق مع احدى الشركات الانجليزيه، ده الكلام اللي انا بقوله لك على مسؤوليتي برضه. اتفضل. متفق مع شركه انجليزيه على تسويقه لحد يناير اللي جاي. الولد عايز ياخد فرصته، عايز يبقى محمد صلاح، عايز يبقى حاجه، عايز يبقى كيان كويس محترف محترم كويس، بدل المحترفين المعروفين لاي كلام اللي احنا بنشوفهم بيلعبوا في اي دوريات ويقول لك محترفين. هل انت النهارده لو في النادي الاهلي ولك فرصه انك تجيب طاهر محمد طاهر هتسيبه؟ لا لعيب مميز. استحاله، لعيب مميز. يبقى ما تجيش تقول بقى ان الكابتن يدرس شوقي غريب، لا كابتن شوقي غريب لا، انت هتاخد طاهر محمد طاهر وهتاخد محمد محمود لما يخف، ولو عندك لعيبه كويسين جدا بمستواهم اكيد هتاخدهم. هو انا رهاني ايه في تصفيات افريقيا اللي تلعب عندي؟ رهاني ان انا اكسب. صح. فانا شايف لا بطاهر يبقى مكسب كبير جدا للمنتخب الاولمبي زي اي لعيب. طيب خلينا نروح سريعا لليوم السابع. اتحاد الكره يطالب الشركه الراعيه بتحديد مكان سوبر الاهلي والزمالك، هيبقى في مصر ولا بره مصر؟ بعد يعني هم مفيش في مصر. يعني انت ما سمعتش الخبر قال لك ان يوم 18 في استاد القاهره يستضيف السوبر المصري بين الاهلي والزمالك؟ انا سمعت الخبر ده وعكسه. طب هنقعد بقى، انا مش هعلق على الخبر. مش هتعلق. سوبر يوم 18 قبل بدايه الدوري بيوم، وقلت انه على ملعب استاد القاهره والدوري يشتغل على استاد القاهره. بس بعد كده طلعوا تصريح ان استاد القاهره مش هيستضيف مباراه السوبر، في اتجاه ان مباراه السوبر تبقى بره. انت النهارده من كم الاخبار اللي بتسمعها انت يعني قادر تصدق الخبر ده ولا تكذب؟ طب احنا عايزين نوضح معلومه حضرتك ايه. انا السوبر المصري خلي بالك كان دايما لازم يعملوا السوبر المصري بين الاهلي والزمالك. حتى الاهلي كسب الدوري يبقى الزمالك يكسب الكاس، الزمالك كسب الدوري الاهلي لازم يكسب الكاس. لان معنى ان الاهلي والزمالك يلعبوا سوبر مصري معنى ان في انتعاشه اقتصاديه كبيره جدا.
في مكاسب ماليه كبيره جدا. العبوا في الامارات بقى، العبوا في السعوديه. بس يعني خليني اقول لحضرتك على حاجه برضه، لان في نفس الوقت ما هو الاهلي لعب المصري في السوبر قبل كده، يعني مش يعني برضه المره الوحيده. اوكي اوكي برضه اوكي يا استاذ اسامه، يعني الموضوع مش بيمشي كده برضه. يعني لا انا ما أص... لو الاهلي ما كسبش الدوري لازم يكسب الكاس عشان يلعب الزمالك، لو لا كسب الدوري. لا 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 انا بتكلم في نقطه محدده. السوبر المصري لما بيتلعب بين الاهلي والزمالك بيبقى قمه السوبر اعلى. انا مش بيتكلم من حته ان انا بقى هجيب، يعني مثلا سموحه لو كسب الكاس اياميها كان يلعب السوبر بين الاهلي وسموحه، يروح يلعبوه في الامارات ولا السعوديه ولا الكويت ولا في اي دوله تانية؟ كان ممكن. ليه لا؟ لا ما هو سموحه خسر. طب ما هو الاهلي لعب المصري في الامارات، ولعب المصري في الامارات ونجحت البطوله. اوكي بس ما حققتش الارقام. اوكي دي ناحيه يعني التسويقية. انا بس لكن برضو بس عشان نوضح للناس، عشان كده ممكن يكون في لغط كبير. يعني الموضوع مش مرتبط ان لازم الاهلي يكسب الكاس والزمالك يكسب الدوري او العكس. انا بتكلم في نقطه ان لعب السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك ده هو قمه النجاح وقمه التفكير، انما مين يوصل بقى او ما يوصلش. مش بخطط للطريقه دي، يعني كمسؤولين مش بيخططوا للموضوع ده، مش بيخططوا الاهلي ياخد الدوري الزمالك ياخد الكاس عشان يلعب. لا ازاي هو يعني مثلا عايز، يعني انا بمعنى كلام ان انا بقول ان الاهلي هيكسب الدوري يبقى الزمالك لازم يكسب الكاس. انا ما برضو انا لا انا بقول وجود، يعني انا بقول الاهلي كسب الدوري الافضل مين يلعب السوبر مع الاهلي؟ الفرقه القويه زي الزمالك تسويقيا. تسويقيا تسوقية. انما انت يعني الحته، يعني انا الزمالك هيكسب الكاس معنى الاهلي كسب الدوري الزمالك يكسب الكاس. انا برضو لازم اوضح كلام حضرتك عشان ما يتفهمش بطريقه غلط. يعني انا لا 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 انا هنا في قناه الاهلي بتكلم على الاهلي. ايوه ما احنا بنتكلم على الاهلي. بتكلم على الاهلي ما بتكلمش على اي نادي تاني ولا يعنيني نهائيا. احنا ما اتكلمناش على نادي تاني، احنا بنتكلم على السوبر. السوبر نجاحه بالنسبه لي انا يبقى اهلي وزمالك يلعبوا السوبر. تمام ماشي. دي اللي انا عايز اتكلم عليها، لان دي اللي بتحقق القيمه التسويقيه، بتحقق الجماهيريه، الشعبيه، التواجد. والنجاح بيبقى كبير. هو معنى ذلك لو اي فرقه في الدوري المقاولين العرب كسب الكاس ما هيلعب السوبر ما بين الاهلي والمقاولين. بالظبط. بين الزمالك والمقاولين. ده الطبيعي. انما الاقيم لنا هو وجود الاهلي والزمالك في السوبر. فعشان تيجي تقول لي النهارده السوبر متحدد يوم اقيم لنا اللي هو احنا مين يعني؟ احنا كاتحاد كورة، كدولة، كجماهير، عشان تستمتع بمباراة قوية هتحقق كل النجاحات اللي احنا عايزينها. يعني انا ليفربول بيلعب مع تشيلسي، تمام، هل المباراة دي ما حققتش نجاحات كبيرة؟ لا، هي اي مباراة في السوبر الاوروبي كانت هتنجح، هتعمل نجاح. والمباراة الدرع الخيرية لما لعب مانشستر سيتي مع ليفربول، ده عشان لوائح الاتحاد الانجليزي بتقول ان. طب اشمعنى ليفربول لما لعب المباراتين كل الجماهير المصرية تابعت؟ عشان خاطر محمد صلاح يعني. طب طبيعي. خلاص يعني انا بنتكلم من عوامل النجاح. لا يعني انا بقول قوه السوبر المصري ما بين الاهلي والزمالك. تمام. بعتبر ده كنت بين الكوره، انا بعتبر هتبقى من هتحقق نجاحات كتير. امتع يعني من وجهه نظرك اهلي طبعا متعه. أوكي. متعه. أوكي. متعه. اوكي ماشي نتفق على الحته دي، لكن لازم نتفق عليها. لكن في نفس الوقت اي نادي هيقول ان هو ياخد الدوري، اي نادي هيقول ان هو ياخد الكاس، واي حد ياخد البطولتين يلعب في السوبر. الموضوع مش مرتبط خاص باهلي وزمالك يعني. ده شيء طبيعي ومفهوم. يعني انا اتمنى مثلا السوبر يلعبوا مثلا اي ناديين غير الاهلي والزمالك هيحقق النجاح. لا تسويقيا مش شرط طبعا يحقق نفس النجاح. احنا ما بنتكلمش الا تسويقيا في مصر، ما بنتكلمش الا تسويقيا فنيا ما نتكلمش في الفنيات. نروح لخبر تاني. تمام يلا. اتحاد الكرة يناقش مع الأمن عودة الجماهير لملاعب الدوري، ده من الوطن سبورت. بتشوف حتمية عودة الجماهير للملاعب ازاي؟ ويعني تعالي على الخط. احنا بنتكلم في الموضوع ده من 2011 او طيب احنا بقى لنا 7 سنين، ما تخليها 8. قرار عودة الجماهير ده قرار سيادي للدولة. الدولة هتقول الجماهير ترجع، هترجع. والجماهير رجعت في كأس الأمم الأفريقية، جاي لي في بطولة مباريات أندية خايف ترجع جماهير؟ لا، الجماهير دي لازم ترجع، وإن ما رجعتش إحنا بينزل المستوى الفني للمباريات. الجماهير دي متعة. إحنا لسه متكلمين في موضوع الأهلي والزمالك على القيمة التسويقية. لابد من رجوع الجماهير عشان يرتفع المستوى. اللعيب دوت طاقته في جمهور يشجعه. طاقته ونجاحه وامتيازه في جماهير. يا جماعة لازم ترجع الجماهير. في دول موجود فيها حروب والجماهير بتحضر المباريات. اليمن فيها المباريات شغاله بالجماهير.
العراق شغالة، السودان شغالة، الدنيا كلها شغالة، ليبيا نفسها كانت المباراة شغالة إلا ما زادت الوتيرة. إنما احنا بنتكلم عليه لابد من عودة الجماهير لإمتاع الجماهير ونجاح الكرة المصرية، عشان نقول للناس الكرة المصرية ان شاء الله. نتمنى طبعا عودة الجماهير، لكن الامر اكيد متروك للجهات الامنية في الدولة والمسؤولين هم الادرى، ولابد من قرارهم في كل قراراتهم، لكن تمنياتنا كلنا ان الحياة تعود بشكل طبيعي للملاعب المصرية، وباذن الله هيحصل، يعني ان شاء الله باذن الله هيحصل، وكل الاحترام والتقدير للقرارات الامنية بشيء مؤكد يعني، واحنا كلنا مع بعض. نروح لسوبر كورة، سمير عثمان يعقد اجتماع لقيادات الحكام القدامى والحاليين لبحث تطوير التحكيم، شايف ازاي ممكن التحكيم يتطور في ظل لجنه جديده برئاسه كابتن سمير محمد عثمان؟ والله العظيم انا شايف ان الراجل ده اتظلم ظلم كبير جدا من اول ما صدر له قرار ان هو يكون رئيس لجنه حكام. انسان محترم جدا وجدع جدا يعني جدا يعني، وشخصيه محترمه جدا فعلا. انا مش يعني هدي له نصيحه صغيره، يا كابتن استمر، ما تبصش لحواليك وما تسمعش لبودانك كتير، وما تزعلش من النقد، ومش اي حد يقول لك كلمه تزعل منها وتقول وانا كان قصدي وتبرر اي مواقف. الاعتماد على الحكام القدامى والحكام الجدد انا شايف هيكون من احسن الحاجات، بشرط ما حدش يفرض رايه، كله يعني مثلا ايه يقول لك دي توصيه، دي فكره ازاي تنجح. يعني انا شفت على قناه الاهلي برنامج بيتكلم على دعم الكابتن سمير محمود عثمان، وشفت الحكام بيتكلموا وعايزين ايه، ادول اجتمع معاهم واستمع له كويس، انما احط الفكر المحترم لتطوير التحكيم بالذات، لان احنا علينا قراراته كانت كويسه جدا بمنع الحكام الاجانب، خاصه مباراه بكره اللي بتجمع الاهلي وبيراميدز، لان بيراميدز كان طلب برضه تحكيم اجانب، قال لهم اسف رفض. اوعى يا كابتن تجيب حكام اجانب الا في المباراتين المعروفين، الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك ده عشان ده قرارات احنا بنقول دي قرارات معروفه في اتحاد الكره في وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه، المنع للحزازيه. انما انا لازم اعيد الثقه، الحكام الاجانب اللي حضروا مصر باكثر من 30 طقم اصابوا التحكيم المصري، عارف اللي بيضربهم بالرصاص، برصاص حي. تمام، انا شايف ان لا اجتمع يا كابتن وخد القرارات المحترمه وشكل لجنتك من ناس زي سمير محمود عثمان كويس، وحكامنا على فكره اقسم بالله حكامنا بخير جدا ومميزين جدا، الا حاجه واحده ليهم في العين، ما يتحطوش ودانكم مع اي صح كلام بيتقال، ركز في شغلك وانجح في شغلك واستمر، التحكيم المصري يكون ناجح باذن الله. ان شاء الله باذن الله، اتمنى كل التوفيق للتحكيم المصري تحت قياده لجنه تحكيميه او لجنه تحكيم جديده بالاتحاد المصري لكره القدم. نروح للنادي الاهلي بقى، مباراه الغد، مباراه صعبه، مباراه قويه مع بيراميدز، مباراه بطوله يعني بتكسب تسعد ان شاء الله تكمل مشوارك، بتشوف المباراه دي ازاي؟ لا انا بشوفها من وجهه نظر واحده، ان النادي الاهلي بطل الدوري كويس، والبطل بتبقى عليه ضغوط كتيره، لان كله بيتمنى ان الاهلي يزيد من البطولات ويمر طبعا من بيراميدز. ركزوا لو جاز الفني واللاعبين ركزوا في المباراه، ما رجعوش لاي حاجه تانية، والناس اللي تقول اصل بيراميدز كسبنا في الدوري 2-1 1-0، بس فكروا في حاجه معينه، انت خسرت الماتشين دول ازاي ايام ما كان عندك بال 18 لعيب مصاب؟ صح، لا انت جاهز المره دي وفرقتك كويسه، بس بحذرك ان بيراميدز اقوى من بيراميدز من البيراميدز. انت شايف كده حضرتك ان بيراميدز فرقته اقوى من بيراميدز بتاع السنه اللي فاتت اللي كان معاه كتير والناس دي؟ لان بيراميدز المره دي في صفقاته اللي معموله، بالرغم ان هي مش صفقات معروفه قوي او صفقات بقوه اللعيبه اللي كانوا موجودين عندها، لكن اللعيبه عندها اصرار وعندها تركيز ان هي لما تلعب قدام الاهلي تؤدي بشكل جيد، وان فازت على الاهلي هيكون دفعه معنويه قبل بطوله الدوري قبل انطلاق بطوله الدوري. لكن اللي انا شايفه لا، الاهلي احسن وافضل، والرغبات اللي عند لاعبيه وطموحات لاعبيه وامنياتهم اعلى من بيراميدز كتير. قوه الانسجام وقوه التالف ما بين اللاعبين والكره اللي بيقدموها والمباريات اللي لعبوها
ودي نقطة بقى مهمة جدا، إن قوة المباراة اللي لعبها الأهلي تفوق الإعداد بتاع بيراميدز. مشكلة بيراميدز إن إحنا أنا في الأول قلت لك صفقات الأهلي كلها شتوية متألفين ومتجانسين، لا فرقة بيراميدز مش هتكون بالقوة دي. تمام. ولكن الحذر وإن أنا ألعب كورة محترمة وألعب كرة الأهلي والأداء الجيد، أنا بقول لك إن شاء الله الأهلي يكسب. بيراميدز وفرصه أعلى من بيراميدز كتير، ولكن دوت ما نقللش ولا نبخس حق فريق بيراميدز. طبعا فريق محترم وفريق فرقة محترمة وفرقة قوية، وبعدين معهم ناس محترمين. أنا شايف المرة دي ناسهم كلامهم قليل جدا، تعليقاتهم مرتاحة، علاقته بالنادي الأهلي بقت قوية. فلذلك المباراة مش هتبقى فيها التوتر، ودي نقطة مهمة جدا، والعامل النفسي هيكون هادي، والاهلي هيقدم فيها مباراه كويسه، وبيراميدز هيقدم مباراه كويسه، وان شاء الله الاحسن يكسب. بالظبط. بس انا شايف ان الاهلي وكتبته هتبقى اقوى واحسن باذن الله. كل الاحترام والتقدير لفريق بيراميدز بمسؤولي الحاليين والسابقين وكل المسؤولين في الحقيقه، ونتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه، خصوصا ان فريق بيراميدز فريق بيضم عناصر مميزه جدا جدا يا استاذ اسامه، والنادي الاهلي ايضا عنده عناصر اميز واميز، ان شاء الله يقدر يتخطى هذه العقبات. تعالى نتوقع التشكيل مع بعض. حط تشكيلة مباراة اطلع بره بالكامل فيما عدا الشناوي يكون مكان عدله، يعني يبقى محمد الشناوي في حراسة المرمى، أيمن أشرف ورامي ربيعة مساكين، علي معلول باك ليفت، محمد هاني باك رايت. لا محمد هاني برضو أنا اللي شايفه قوة وشراسة أحمد فتحي، أزيد معاه في وجود محمد هاني كمان. تمام. في وجود محمد هاني في وجود محمد هاني أستفيد من أحمد فتحي في وسط الملعب. قصدي حضرتك يلعب في نص الملعب، يلعب على حساب مين؟ عمرو السولية ولا حمدي فتحي؟ بصراحه يا عمرو السولية. حمدي فتحي شافه بيتألق. لا حمدي فتحي اصبح مسمار جديد في فريق الاهلي كويس، ولو تمكن قفشه كمان خلي بالك هيبقى من ضمن العناصر الاساسيه. هي حلاوه الاهلي في ايه؟ انه عنده اللعيب اللي على دكه الاحتياطي اقوى من اللعيب اللي جوه الملعب السنه دي. فاحنا دي بصراحه في اداء وفي شكل، وبعدين اصبح عندك النهارده بقت في غيره صح، والحمد لله ان ربنا يبعد عننا عين الاصابه ديت يعني ان شاء الله. فهتبقى باذن الله، انا شايف التشكيله اللي لعبت اطلع بره بالكامل فيما عدا الشناوي، وربما يشارك احمد فتحي في وجود محمد هاني، وبرده عمرو سليل لو شارك. طبعا اللعيب بيتالق فتره حاليه مع النادي الاهلي بشكل كبير، واي حد زي ما حضرتك قلت كده بيكون اضافه للنادي الاهلي. ما انا بتكلم على عمرو السليه، وممكن يكون صالح جمعه، وممكن يكون صالح. طب ما هو عندنا لسه بقى بقيه التشكيل، مين قدام عندك؟ صالح جمعه مثلا، وليد سليمان مش موجود في القائمه، وليد سليمان مش موجود في القائمه، صالح جمعه، حسين الشحات. انا بتكلم رمضان، بص رمضان حسين الشحات اظهروا، دول هيكون مجموعه أحسن. تمام تمام. مكان صالح جمعه مين بقى؟ ما انا قلت صالح جمعه لو ما لعبش يكون احمد فتحي، لو السليه ما لعبش يكون احمد فتحي. يبقى نفس التشكيله في الحدود اللي احنا بنتكلم فيها. وليد سليمان لو خرج انا بتكلم وليد مش موجود، وليد سليمان مش موجود، لان انا عارف انه عنده ارهاق، لسه راجع من الاصابه، لسه راجع من الاصابه، بقى له 3 تدريبات بس بيشارك تقريبا، فمش جاهز بنسبه 100%. هو كان لعب في مباراه اطلع بره. طيب خلينا نعيد بس القائمه على جماهير النادي الاهلي، واكيد هي معروضه امامكم على الشاشه دلوقتي. علي لطفي والشناوي وشوبير ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع ربيعه ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، علي معلول، احمد فتحي، حمدي فتحي، صالح جمعه، عمرو السولية، حسام عاشور، محمد هاني، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، جيرالدو، اجاييه، ازارو، صلاح محسن، ومحمد مجدي قفشه. سريعا قبل ما اختم يا استاذ اسامه، عايز اقرا بس تفاعلات الجماهير الاهلاويه، توقعاتهم لمباراه الغد ان شاء الله امام بيراميدز في كاس مصر. ابتدي بفيسبوك. ولاء محمد قالت ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0، محمد امين قال ان شاء الله الاهلي هيكسب 2-0 ازارو ورمضان صبحي، هشام محمود قال الاهلي هيكسب 3-0، هوبا قال ان شاء الله 3-0، بس مش كاتب اليمين، بس ان شاء الله يكون الاهلي. هاشم اتش قال 6-1 للاهلي ان شاء الله. ماشي مش هكمل. همسات المطر، حد كاتب نفسه كده يعني، ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي. نروح لتويتر سريعا. تويتر محمود رضا قال 3-1 للاهلي ان شاء الله. اهلاوي انا قال ان شاء الله فوز الاهلي 2-0، ابو ايان الاهلاوي. زينب السيد قالت ان شاء الله فوز الاهلي بهدف حسين الشحات وازارو.
يعني بعض التوقعات، يعني معظم اكيد بيتوقع فوز النادي الاهلي. دعاء قالت 2-1 للاهلي، وان شاء الله الاهلي يفتتح التسجيل في هذه المباراه. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. توقعات حضرتك؟ لا التوقع المباراة. لا انا اتمنى سريعا انا اتمنى الاهلي يفوز، تمام، انما التوقع لا ما اقدرش اقول نتيجه. يعني ال 22 لعيب هم اللي هيحسموا الفوز لاي من الفريق. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ اسامه، نورتنا وشرفتنا وكنت سعيد بتواجد حضرتك معنا. طبعا الله يخليك، انا متشكر جدا. بشكرك شكرا جزيلا. كان معنا الاستاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي بالجمهوريه، واتكلمنا في ملفات محليه كتير واخبار النادي الاهلي بالتحديد قبل مباراه الغد امام بيراميدز. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، يقدر يتخطى هذه العقبه ويكمل مشواره في بطوله الكاس ويحقق البطوله باذن الله، بطوله منتظره لكل الجماهير الاهلاويه. احنا بكره مش هنكون معاكم ان شاء الله عشان المباراه، فبالتالي هيكون في استوديو تحليلي ملعب الاهلي من بدايه من الساعه 6 مساء، فاحنا بكره اجازه نعود وحلقه جديده ان شاء الله يوم الاحد القادم، نبارك فيها باذن الله بفوز النادي الاهلي على بيراميدز في بطوله كاس مصر والتاهل لدور الثمانيه من هذه البطوله. الى اللقاء.